رجعنا معكم من بعد الفاصل واخر فاصل فعلا في متعه وسفر يعني الكل يحب يسافر في موسم معين الكل ايضا يحب موضوع السفر في الواحد يعطي فرصه حق نفسه انه يغير جو يكتشف ذاته ايضا يطلع على اماكن جديده حول العالم وما شاء الله في الفتره الاخيره قاعد نشوف في اقبال كبير على موضوع الشباب في تنظيم رحلات جماعيه واكتشاف اماكن ووجهات سياحيه جديده اليوم راح نسولف وناخذكم من سفره لسفره مع ضيفنا الاستاذ فارس المسلم منظم رحلات جماعيه حياك الله معنا الله يحييك واليوم بنسافر معاك من مكان لمكان ونكتشف اكثر من مكان يلا دام مستعدين ليتس جو احنا مستعدين <applause> انا عن نفسي مستعده اكيد ومنو يحب السفر وموضوع الجروبات واكتشاف الاماكن ما شاء الله صراحة التقرير كان وايد حلو والاماكن الحمد لله اللي زرتها راح اخذ من عنك معلومات برايك هل السفر يحتاج تخطيط او قبلها بوقت جدول شنو فائده ان الواحد يحجز وينظم موضوع التذاكر والاجازه وقت مبكر اذا الواحد يبي يستفيد من وقته وياخذ كثر ما يقدر من البلد اللي يبي يزوره فاكيد لازم يخطط يعرف البلد اللي بيروح لها شنو فيها شنو شلون تتماشى مع هواياته مع الانشطه اللي بيسويها مع الاشياء اللي يبي يمارسها وبعدين كل واحد واهتماماته في ناس يحبون يسافرون انه يبي يروح بحر ويتشمس وناسه في ناس يحبون يروحون متاحف وقصور ومسارح وفي ناس يحبون يسوون خلينا نقول الاشياء اللي تتعلق بالطبيعه اكثر شيء فكل واحد لازم يسوي له تخطيط على حسب شخصيته ومو بس على حسب شخصيته بس هم بعد على حسب هو مع منه بيكون مسافر، اكو فرق الواحد مسافر بروحه او مع ربعه او مع عياله لان كل هذيل الفئات لهم اهتمامات ولهم احتياجات خاصه. <applause> وطبعا اذا الواحد كل ما بدا يخطط ان ادفانس خلينا نقول <applause> اول شيء يستفيد من اسعار منخفضه ممكن يستفيد من تذاكر افضل خصوصا اللي يبي مثلا يعني في اماكن احنا تونا كنا رادين من الاندلس، كنا رايحين من قصر الحمراء. فتذاكر حق قصر الحمر لازم تحجزينها على الاقل على الاقل شهر قبل لا توصلين ولازم تحجزينهم مع الجواز وعلى وقت معين تدخلين ف يعني صعب ان الواحد يروح قبلها بيوم او بيوم هاي يقول اليوم ابي ازور قصر الحمراء <applause> هذه الاشياء تحتاج تخطيط فهذه الفوائد وبنفس الوقت يقلل من السترس لما الواحد يوصل مكان اكيد خلاص توصل وعنده الجدول بس هم بعد مهم ان الواحد ما يضغط جدوله يعطي نفسه شوية وقت فراغ عشان يقدر يستمتع وإنه يقدر هم بعد يغير مسار الرحلة on the go. أكيد على موضوع الواحد يثقط جدوله إحنا دائما يعني نحب نثقط جداولنا بالسفر نبي نسوي كل شيء بنفس الوقت ودائما يمكن إحنا نسوي جداول أو نشيك على الجدول إنه متى يصير في عطل صح. فبما إن الأحد اللي عطلة يعني أنا دائما أشيك على العطل مبكر هل انت مع موضوع ان الواحد يقلقص جدوله يحلل السفر بالكويتي ولا ايش كثر الواحد يحتاج وقت على اساس انه يعطي السفره حقها؟ شوفي انا اول كنت غلط هالغلطه وان كنت اسوي جدول يعني تقريبا حق كل دقيقه باليوم بس إيه؟ كنت ارد من السفر احتاج اجازه من اجازه الاجازه اي إيه؟ صدق اني إيه؟ استمتعت وصورت وتعلمت وتثقفت بس اهم بعد رديت تعبان <applause> فضروري ان الواحد يحط انا بالنسبه لي انه شغلتين ثلاثه باليوم ويعطي نفسه وقت فراغ انه يسوي الاشياء الثانيه اللي ممكن يكتشفها هناك اما بالنسبه حق السؤال الثاني اللي هو كل ديره تحتاج وقت <applause> هذا سؤال شويه ملغم اقدر اقوله <applause> لان ماكو دوله الواحد يقدر يشوفها كامله بسفره واحده الا يمكن دول قليله كلش وهي تكون دول صغيره صحيح نقول مثل مثل سنغافوره بس هم بعد يعتمد على كل واحد شنو اهتماماته يعني مثلا اذا انا اهتماماتي التاريخ والثقافه اذا بروح سنغافوره احتاج اربع الى خمسة ايام لكن اذا انا اهتمامي خلينا نقول مطاعم لا يمكن احتاج عشرة ايام احنا لما ننظم الرحلات مع المجموعات دائما نركز على منطقه معينه في كل دوله وحتى بهالمنطقه ما نقدر مثل ما قلت ان نحللها لانه لازم نعطي حتى حق اللي ويانا وقت فراغ، يعني اوكي هم بتمشين ويانا انه يبون يسوون نفس الجدول، بس هم بعد في ناس يبون يروحون مثلا سوق، في ناس يبون يروحون سبا، في ناس يبون يتمشون باماكن معينه، في ناس يحبون يروحون عروض مسرحيه، فالواحد لازم يعطي نفسه شويه مرونه، وهذه هم بعد من ميزات اللي واحد لما يخطط ان ادفانس يعرف اوكي انا بروح هالمكان راح اعطي نفسي اسبوع لاني راح اسوي عشر اشياء اكيد أب يعني استاذ فارس انا اليوم باخذ منك معلومات كثر ما اقدر بهد اسئله الاعداد أوكي. ابي تعطيني يعني احنا ككويتيين أيه. ما شاء الله في الفتره الاخيره تشوفهم كلهم بتركيا ولا كلهم بدبي خلينا نسولف على اكثر الدول اللي هالفتره شفت فيها اقبال عليها كونك تنظم رحلات في الصيف وفي بعض المواسم وين تشوف الاتجاه هذه الفتره حبهم وين رايح لاي جهه طبعا غير اللي انا اسميهم الثلاثي السياحي اللي هم دبي وتركيا ولندن هذيلا يعني دائما راح يكون عليهم اقبال وما فيهم هاي سيزون ولو سيزون يعني هذيلا دائما ما شاء الله دول او اماكن هاي سيزون بس اللي لاحظته ان في اماكن قاعده تزيد قاعد يزيد الاقبال عليها او ان الناس قاعد يكتشفونها اكثر يعني مثلا خلينا نقول من 2016 2017 الناس بدات تتجه حق ايسلند ودول الاسكندنافيه مؤخرا قاعد اشوف ان وايد ناس قاعد يتجهون على دول امريكا اللاتينيه مثل البرو والمكسيك الارجنتين واتوقع جزء كبير له علاقه بكوفيد يعني السنه اللي طافت اكيد سنه 2020 كان في وايد دول الواحد كان ممنوع انه يروح لها أكيد دول اسيويه ودول اوروبيه فالناس اللي كانوا يبون يسافرون كانوا مضطرين انه يغيرون تفكيرهم يشوفون وين يقدرون يروحون <applause> يعني مثلا انا شخصيا اول رحله سافرتها بعد كورونا في شهر 7 2021 رحت بنما والسبب اني رحت بنما اني اول شيء بشوف شنو الدول اللي تستقبل السواح فمع الريسيرش اللي سويته شفت ان بنما من الدول اللي اقدر اروح لها ورحت وبنفس الوقت الاحظ ان الكويتيين طبعا انا ما احب اقول ان الكويتيين احنا احنا مو بلوك واحد احنا نحب السفر يعني بالعكس بشكل عام احنا نحب يعني السفر, إيه؟ إحنا نحب نحب السفر. السفر. آه بس في ناس طبعا يحبون يكررون رحلات صح. في ناس يحبون يكتشفون اماكن جديده اكيد آه ومن الاماكن يعني واتوقع هذا اللي يخلي ان الكويتيين يدورون الاماكن الجديده مثل ما قلت امريكا اللاتينيه جنوب افريقيا ايسلند دول اسكندنافيه نقدر نشوف هالشيء هم بعد بتخطيط شركات الطيران اللي من الكويت لما يفتحون وجهات جديده صحيح. هذه يفتحونها على حسب دراسات وعلى حسب الترندز الناس وين قاعده تروح وعلى هالاساس يسهلون السفر لهالاماكن اكيد خصوصا في الصيف ذكرنا موضوع ان في اماكن سيزن في اماكن طول السنه أه بتكلم على احنا داخلين على موسم جو في فصل الشتاء خصوصا عندنا احنا بموسمنا الناس وين تروح؟ أه اللي ساعد بفصل الشتاء انه الواحد طبعا خلصنا من موسم المدارس فالواحد ما يفكر بال باليهال خلينا نقول أه وبشكل عام هم بعد اللي ما يحبون البحر راح يحبون الاماكن البارده. فالسهل <applause> ان الواحد الحين يرجع اوروبا، طبعا كان في موجه موجه حرب حاشت اوروبا جدا قويه الصيف اللي طاف، فاللي يبي يروح اوروبا هذا هو الوقت. بالنسبه حق الرحلات اللي احنا ننظمها، احنا عندنا رحلات حق دول خلينا نقول مو وايد معروفه او وايد دارجه بين المجتمع اللي مثل. احنا عندنا مثل ارمينيا عندنا اوزبكستان اه فيتنام هذيلا بالاشهر القادمه ان شاء الله عندنا رحلات. إن شاء الله. ف يعني حلو ان الواحد يجرب شيء جديد. اكيد اه ويكتشف و... ويكتشف وهم بعد الواحد اذا يحب الاماكن الباردة يقدر يروح لها هم بعد وقت الصيف م -م. احنا شهر سبعه لما رحنا الارجنتين هناك فتره تشتى عندهم م -م. فلما كنا هناك يعني كنا لابسين كوتات ونزل الثلج ف يعني أكيد. الواحد يقدر مو لازم ينطر الشتاء عشان يروح الشتاء. صح ذكرت موضوع الاكتشاف والمغامره، أي. صراحه يعني كل واحد له وجهه نظر في السفر، اللي يحب صح. يروح يصور، اللي يحب يروح يشري، اللي يروح يحب يروح رحله مغامره واكتشاف، ايش كثر ايضا مهم عندك ان تضبط هذا الموضوع بين المسافرين والجروب نفسه انهم يتجانسون مع بعض من جانب الفكر، في ناس فيهم فوبيا من شيء، في ناس يحبون الحيوانات، في ناس يخافون من المرتفعات، فايضا هذا الجانب شلون ممكن ترتبه في جروب واحد؟ آه احنا نحاول ان نتجنب الخلافات بطريقه آه سهله <applause> آه ان الواحد قبل لا يدفع يكون معبي عندنا فورمه، والفورمه هذه نحط فيها وايد اسئله شنو عنده آه مثلا اذا عنده حساسيه من شغله، اذا عنده آه مانع انه يسافر في آه جروب مختلط. أه رجال ونساء أه من الانشطه اللي ممكن تكون بالجدول فاولريدي من البدايه نسوي مثل أه فرز اور فلترنج حق الناس اللي ممكن يسافرون وهم بعد احنا قبل السفره نسوي جروب بالواتساب نتعرف على بعض خصوصا أن مو كل اللي يسافرون ويانا يونا من الكويت في ناس يونا من السعوديه من الامارات من قطر من عمان أه والحمد لله لان احنا توجهنا آه، ثقافي وتاريخي فأريد الناس اللي قاعد عندهم وجهة نظر تشابه وجهة نظرنا آه بالسفر أكيد. رايحين يسافرون يبون يستكشفون نفس الجوانب اللي إحنا لنا اهتمامات فيها اكيد، انا ابي مغامرات واكشن، و... دائما الواحد بالسفر يعني يحوشه شيء مفاجئ آه ما كان عارف ثقافة هذه البلد، تفاجئ في بعض الأمور، سولف لنا عن بعض المواقف وممكن تكون أيضاً نصيحة حق أحد رايح هذه الديرة آه الأمثلة اللي أقدر أعطيك إياها ممكن تكون آه باليابان، هي مو يعني مو نصائح من ناحيه المغامره بس ممكن من ناحية الثقافيه. <applause> طبعا المجتمع الياباني في نوع من الازدواجيه ان وايد محافظ على ثقافته بس بنفس الوقت حيل مودن جدا معاصر. بس من الاشياء الحلوه اللي متمسكين فيها مثلا ان الواحد ما يعطي الفلوس من ايد لايد. <applause> دائما يكون في مثلا اذا الواحد بيدفع بمحل اذا بيدفع كاش دائما اكون مثل صينيه صغيره. نفس الشيء هنلاقي ان في تكاسي اذا الواحد بيعطي هديه او بزنس كارد دائما يعطيه بايدين ولازم الكارت يكون مجابل الشخص واحنا دائما قبل لا نسافر نسوي ريسيرش عن هالاشياء على كل دوله بنروح لها في ساعات يكون في مواضيع حساسه الواحد ما يتكلم فيها ف عشان كذي احنا ننصح المسافرين اللي ويانا في اشياء لازم يسوونها، في اشياء لازم يتجنبونها عشان الواحد ما يواجه مشاكل لما اكيد لما الله يبعد عنا المشاكل، احنا بندخل اكثر موضوع السفر يعني صراحه الوقت قاعد ياخذنا بسرعه، لكن ايضا ودي تعطيني موضوع عن رحله أه. اكتشف فيها امور يعني حلوه ما يعني ناس مو سامعه عنها، يمكن ايضا قبل الهوا سولفت لي على الجزائر صح فخلنا ناخذ منك معلومه عن اكثر من ديره اوكي أه... اقدر اتكلم عن الجزائر ولا؟ اي اوكي اوكي تنصح أوكي. شنو تنصح؟ ليش ليش كان ودي اتكلم عن الجزائر؟ أول شيء لأن أنا كنت ساكن في المغرب لمدة خمس سنين وكنت ساكن في تونس لمدة سنتين فمن زمان أنا ودي استكشف الجزائر آه خصوصا أن الوقت اللي أنا كنت بالمغرب كانت كانت الجزائر تمر بفترة جدا صعبة آه كان عندهم فترة الإرهاب بالتسعينات أكيد فلما رحنا قبل كم أسبوع اكتشفت ان الديره مظلومه جدا مظلومه جدا غنيه من ناحيه التاريخ والثقافه يعني عندهم مدن تقريبا متكامله من ايام الرومان مثل تيمقاد مثل جميله مثل تيبازا و والسياحة والطبيعة القطاع السياحي مو متطور وايد في الجزائر أقدر أقول إياها بس, يعني بس من الجانب الثاني معناته أنه ما في ازدحام <applause> مثل لو الواحد يروح دولة متشابهة آه فيها جمال طبيعي وطبعا من كثر ما هي كبيرة هي الحين أكبر دولة في أفريقيا فالواحد يقدر آه مثل يفصل الرحلة اللي يبيها على حسب هو شنو يحب أكيد. اللي يبي صحراء يروح يتعرف على مثلا قبائل التوارق اللي بالجنوب اذا ممكن يشوف اذا يبي يشوف الجانب البحر المتوسط اللي بالشمال آه يعني دوله جدا جدا غنيه بالنسبه حق موضوع اللغه يعني احنا تكلمنا عن المواسم عن اخر الاماكن اللي الناس تروحها شلون ايضا يتم التعامل مع اللغه يعني في اماكن احنا نروحها ما يعرفوا الانجليزي لان احنا تكلمنا عن المواسم عن اخر الاماكن اللي الناس تروحها شلون ايضا يتم التعامل مع اللغه يعني في اماكن احنا نروحها ما يعرفوا الانجليزي لا عربي ما شنو اصعب الاماكن اللي مريت فيها بهذا الجانب هو طبعا الصعوبه هذه نسبيه احنا لما نكون بالكويت عندنا ان العالم انجليزي عربي لكن عالم وايد اكبر من كذي طبعا في عالم فرنسي في عالم اسباني في اماكن ثانيه او لغات ثانيه لكن بشكل عام انا ما واجهت صعوبات يمكن المكان الوحيد اللي ما قدرت اتواصل وياهم ولا لغه ممكن مم. تكون اليابان او في كوريا مم. بس طبعا اللي ساعد الحين عندنا جوجل ترانسليت عندهم صراحه مليون لغه ففعلا الواحد شويه يضيع لما اللي ساعد انا اللي ساعد الحين اكو وايد ابلكيشنز صح صح مثل فعلاً. جوجل ترانسليت اكتب بالضبط اللي ابي اقوله اترجمه اوريه ساعات حتى ما يبون يكلموني أيه؟ يكتبون شنو هم يبون يقولون لي طبعا ساعات يصير في بدليات بسيطه بس على الاقل نقدر نتفاهم اي تقدر على طار الياباني يعني عندهم وايد معروفين انهم نظاميين صح. ان عندهم قانون قانون يمشون بالتايم يسكرون بالدقيقه صح. هل فعلا شفت هذا الشيء موجود وبشده يعني نفس اللي احنا قاعد نسمعه بالضبط ولا اكثر؟ صح وكله يعود للاحترام احترام للشخص، احترام للوقت. اكيد هذا شيء. آه يعني اتذكر مره كنت ماخذ قطار، ما اتذكر بالضبط اي وقت بس خلينا نقول ان القطار المفروض يوصل 8 وربع. 8 وربع، قطار ما وصل، الناس كلها قاعدة تطالع، وين القطار؟ وين آه القطار؟ اول مره رحت اليابان سنه 2013 14، آه بوقتها الكويت كانوا تهم طالعين العمله الجديده، فللحين الاوراق كانت جديدة. صح. كريسبي. فلما رحت اليابان لاحظت ان كل فلوسهم كانها جديده. فسالت الجايد قلت له حتى انتم عندكم فلوس جديده؟ كان يقول لي لا ليش؟ فقلت له ان احنا تونا مطلعين فلوس جديده فالورق للحين فريش. كان يقول لا ان جابان وي ريسبكت ايفري فهذه الجمله ظلت وياي يعني ان ذا اند هي كلها احترام، احترام للوقت، احترام للفرد، احترام للشخص، احترام للمكان. يعني صعب انسان فوضوي نومته معفوسه ما اخذها سفره انه يروح هذه الديره. لا لازم لأن يكون نظامي لأن, لأن, لان راح يشوفون انهم ما قاعد يحترمهم اه إيه؟ اي يعني هم حتى عندهم عيب ان الواحد مثلا يركب قطار او مترو ويسولف بصوت عالي او انه يتكلم بالتليفون هلا ف... هذه السالفه صعب بنسويها هناك، الصراحه الوقت خلص لكن ودي اسالك ايضا على موضوع جورجيا. يعني ايضا من خلينا نقول الاماكن اللي الناس اتجهوا لها في خلال موسم الصيف والعطل صح. وموسم العطل اللي طافت التوجه ايضا صار على جورجيا صح شنو ممكن تعطيني عنها معلومات اذا تم في رحلات او في رحلات حقها بالمستقبل؟ احنا حاليا مو مخططين حق رهل حق جورجيا احنا مخططين حق ارمينيا بس يعني جورجيا هم بعد من الاماكن اللي صار عليها اقبال مثل اذربيجان يعني قبل عشر سنين صحيح. الناس ما كانت تروح باكو واذربيجان وحتى اماكن بتركيا مثل ترابزون وانطاليا صح. آه وجوجا مثل اي ديره ثانيه الواحد يخطط للرحله على حسب اهتماماته وحسب أه هو شنو يحب يبي طبيعه يبي مدينه يبي تاريخ يبي مطاعم يبي شيء حق اليهال فانا اللي دائما اقوله حق الشخص انه كل مكان تقدر تفصله حق انت شنو تبي اكيد بس المهم انك تسوي جدول صح لازم, أكيد. لازم. يعطيك العافيه على, على وجودك مع أن اليوم واستمتعت صراحه في الاماكن اللي زرتها واكيد في اماكن اكثر يعني لكن الوقت ما حالفنا اذا حاب تقول كلمه اخيره نقطه ما ذكرناها اكيد لك والله العالم كبير في اكثر من 190 دوله فلا تحكرون نفسكم بال... بالثلاث دول اللي ذكرناهم قبل شوي كم دوله زرت؟ انا زرت الحين 57 دوله ان شاء الله فلا الحين المشوار تختم طيب. السنه ب 60 ان شاء الله ان شاء الله إن شاء الله يسمع منك اكيد يعطيك العافيه نشكر ضيفنا فارس المسلم منظم رحلات جماعيه ومؤسس شركه بلو بوك ان شاء الله استمتعتوا خلال هذا اللقاء والسفر من مكالم مكان لمكان لانه فعلا السفر راحه للنفس فايضا موضوع الرحلات الجماعيه والاكتشاف أماكن جديده تعطي طاقه حلوه حق الانسان ان شاء الله اليوم طاقتنا حلوة بيوم الأحد مع زحمة الدوامات والمدارس ان شاء الله استمتعتوا اليوم وان شاء الله ايضا تستمتعون معنا باتشر من العشر لساعة ثنتين في برنامج كويت اليوم اللي باتشر مع سلامة